السلام عليكم. شركة ميتا المالكة للفيسبوك والواتساب والانستجرام عملت حاجة كويسة اسمها اوديو بوكس. ده على اساس ان انت تولد الصوت بالذكاء الاصطناعي، فتقدر من خلاله ان انت تعمل اوديو بوكس او كتب صوتية، وتقدر ان انت تحذف الضوضاء او تختار الستايل الخاص بالصوت وتضيف مؤثرات صوتية للملف الصوت بتاعك. فدي هتبقى ميزة كويسة جدا لو حد عايز يعمل كتب صوتية او عنده كتب هو مهتم الناس تقراها، فيقدر ان هو يعمل كرييت لملفات صوت. ده البيبر اهوت، البحث الخاص بالاوديو بوكس. ممكن نقول له عايزين كرييت للاوديو بوكس، اكسبت، وتقول له بقى اي فكرة انت عايزها، ويبدأ ان هو يكريت لك الصوت. يعني مجرد انك اخترت بس الموضوع هو يبدأ يعمل لك الصوت بالشكل دوت، هو يبدأ ان هو يرتبهم لك ويعملهم بشكل كويس. خلينا نقول له بلاي. Try to make your own joke. Knock knock. Who's there? Delete this clip and put your answer here. Delete this clip? Who? No, silly. I was giving them instructions. هو بيقول لك ان انت تبدا بقى تلغي الصوت دوت وتسجل انت الصوت اللي انت عايزه، وتقدر تضيف زي ما انت عايز اي اصوات اي مؤثرات اي تسجل انت بنفسك الحاجه ليك انت. اهو تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل ديليت للحاجه ديت لو انت عايز، وتبدا ان انت تسجل انت بنفسك الصوت اللي انت عايزه. هو تقدر توطي الصوت، تعلي الصوت لاي واحده فيهم، وتعمل فيد ان وفيد اوت، عاملين هم شويه مؤثرات كويسه تمام بالشكل دوت. تقدر توطي الصوت، تقدر تعمل ديليت، تقدر تقول له انا عايز اعمل كريت للاوديو، وتكتب له الكلام اللي انت عايزه هنا، وتختار هيبقى بصوت مين، وتقول له جنريت، فيبدا يكون لك الصوت. فممكن تكون اصوات باشكال مختلفه، يعني عندك قصه معينه او روايه معينه لاكثر من شخص، كل واحد فيهم يبدا ان هو يبدل بينهم كان في كذا حد بيرد على بعض. تقدر تعدي بقى في الصوت، تقدر تزود ساوند افكت زي ما انت عايز، تقدر سيف ذا فويس اي واحد فيهم. The quick brown fox jumps over the وبكده تقدر تعمل كتاب صوتي وتقول له داونلود.